خلونا كده مع بعض نشوف الاخبار اللي معانا ايه النهارده. ووزاره الصحه والسكان اعلنت امبارح عن تسجيل 239 حاله اصابه جديده بفيروس كورونا ووفاه 13 حاله، وخرج من المستشفيات 103 متعافي، وبكده اجمالي عدد الاصابات في بالفيروس في مصر وصل ل 109201 حاله، من ضمنهم 100342 حاله شفاء و6368 حاله وفاه. امبارح بقى كان في مؤتمر صحفي مهم جدا، واحنا اتكلمنا قلنا ان هيكون في مؤتمر صحفي مهم جدا امبارح من وزيرة الصحة والسكان دكتورة هالة زايد، واللي قالت امبارح في المؤتمر واستعرضت اخر مستجدات الوضع الوبائي في مصر مقارنة كمان بدول العالم، كمان الاجراءات الاحترازية والوقائية اللي بتتخذها الدولة مع طبعا دخول فصل الشتاء والموجة الثانية من الفيروس. في المؤتمر اكدت الوزيرة استعداد الدولة التام لمواجهة الموجة الثانية من الفيروس، وكمان أعلنت التعاقد مع منظمة الصحة العالمية علشان توفر عدد كافي من لقاحات فيروس كورونا أول ما يتم ثبات فعاليته. خلال المؤتمر بقى كمان كشفت الدكتورة هالة زايد إن أعلى المحافظات إصابة بالفيروس هي القاهرة والجيزة واسكندرية، هم دول أعلى محافظات اللي بيكون فيها إصابات لفيروس كورونا. وفقا بقى للمناطق، قالت ان اعلى المناطق في المحافظات، يعني مثلا في محافظه القاهره اعلى الاحياء اللي فيها اصابات بفيروس كورونا هي كالاتي: اعلى حي او اعلى منطقه هي منطقه حلوان، هي رقم واحد في الاصابات بفيروس كورونا، تليها شرق مدينه نصر، بعديها المطريه، بعديها المرج، بعديها الشرابيه، هي دي المناطق الاعلى اصابه بفيروس كورونا داخل محافظه القاهره: حلوان رقم واحد، شرق مدينة نصر، المطرية، المرج، الشرابية بالترتيب. المناطق بقى الأعلى إصابة بفيروس كورونا في الجيزة، محافظة الجيزة أول منطقة هي أسيم، هي أعلى مناطق إصابة في محافظة الجيزة، وبعديها الوراق، بعديها بولاق الدكرور، بعديها إمبابة. أسيم، الوراق، بولاق الدكرور، إمبابة، هم دول الأعلى إصابات في المناطق، يعني أعلى إصابات في محافظة الجيزة. اسكندرية أعلى إصابات فين؟ أعلى إصابة في حي المنتزة، شرق اسكندرية ووسط اسكندرية، دي الأعلى إصابات في المحافظات. كمان الدكتورة هالة زايد طلبت كل المصالح الحكومية وأماكن العمل بتخفيف تواجد العمالة للنص لتفادي الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد. وأكدت كمان في المؤتمر أنه مش هيكون في أي غلق للمدارس سواء في مصر أو في العالم كله، عشان مش محدش يتوقع ان المدارس هتتقفل، لا، هي قالت ان ما فيش مدارس هتتقفل سواء في مصر او في العالم كله، وده متنسق كويس جدا مع وزارة التربية والتعليم عشان يحطوا خطط في التعامل لو في ظهور مثلا لاي اصابة لاي طالب من الطلاب او التلاميذ في المدارس. كمان نشدت الوزيرة بضرورة تفعيل وسائل الدفع الإلكتروني، ودايما نقلل شوية ملامسة النقود، ونحافظ ان احنا دايما نغسل ايدينا، ننظف الاسطح اول باول، نخلص نفسنا من النفايات كده، يعني كل النفايات اللي حوالينا على طول نتخلص منها بشكل امن. فدي الحاجات اللي اتكلمت عنها الوزيرة. يبقى مهم جدا ناخد بالنا برضو ان احنا نستعد، إن قد يكون في موجة تانية. الإصابات مؤشر زايد، يعني المؤشر بيزيد. النهاردة بقول الخبر مثلا إن الوزارة أعلنت امبارح عن تسجيل 239، فها بدأ يزيد شوية، فناخد بالنا كويس جدا 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 جدا، نزود لو كنا نسينا، نزود إن احنا نغسل ايدينا كل شوية على قد ما نقدر، نلبس الكمامة في الأماكن المزدحمة، ناخد بالنا من صحتنا، نقوي المناعة بتاعتنا، ناكل كل ما هو مفيد وصحي عشان خاطر نقوي المناعة بتاعتنا، كل فاكهة، كل خضار، كل الأكل اللي انت بتحبه، قلل شوية السكريات في أكلك، هيقوي المناعة بتاعتك جدا ان انت تاكل أكل صحي، الفلفل الأخضر، الفلفل الملون، ده كله فيه فيتامين سي، كل الحاجات دي مهمة جدا جدا جدا، ان انت لو خدت كل يوم كوباية ليمون وعليها عسل أبيض بيقوي المناعة كويس جدا. اعمل كده، اديه لأولادك، أولادك نبيه عليهم في المدرسة ان هم طول الوقت يطهروا ايديهم ويغسلوا ايديهم، ما ينسوش، وينسوا مع اللعب في المدرسة او في الحضانة او يعني في الجامعة، حتى طول الوقت تنبيه أولادك ان هم يطهروا ايديهم ما ينسوش، عشان ده مهم قوي، ممكن ينسوا ياكلوا من غير ما يغسلوا ايديهم او ما يطهروا ايديهم. فنبيه على أولادك دايما يوم ما يغسلوا ايديهم اول باول، او حتى لو ما فيش ميه وصابون يطهروا ايديهم اول بأول، عشان ده مهم قوي 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 للوقاية وحماية نفسينا يا رب من فيروس كورونا إن شاء الله.
تعالوا نكمل الاخبار اللي معانا ونشرة اخبار جرى ايه. وشركه مياه الشرب بالقاهره اعلنت امبارح عن انقطاع المياه النهارده لمده 14 ساعه من الساعه 10 الصبح للساعه 12 بالليل. المياه هتقطع النهارده لمده 14 ساعه من الساعه 10 الصبح يعني من بعد ساعتين مثلا لحد الساعه 12 بالليل عن المناطق اللي هقولها دلوقتي: مدينة قباء، شارع جمال عبد الناصر ومتفرعاته، المنطقة المحصورة ما بين مساكن الفاروقية والمنطقة الصناعية بالكيلو 18، محطة مترو عدلي منصور بالهايكستاب، مشروع إسكان أهلينا 1 و2، تقسيم عمر ابن الخطاب والحرفيين. المناطق دي هتتقطع عنها المية النهاردة. لو حد بيسمعي دلوقتي وبلغوا كل الناس اللي ساكنة في المناطق دي ان هم يعني يحوشوا مية او يشيلوا مية علشان خاطر المية هتقطع النهاردة لمدة 14 ساعة، وده بسبب ان في هناك اعمال توسعات كوبري محور الدائري مع كوبري التعمير بشارع جسر السويس، واللي هيستلزم تحويل خط المية بشارع جسر السويس. النهاردة الدراسة منتظمة في جميع مدارس محافظة الجمهورية فيما عدا محافظة مطروح ومحافظة شمال سيناء اللي تم تعطيل الدراسة فيهم بسبب سوء طبعا الأحوال الجوية وسقوط الأمطار. طيب في بقى وزارة التربية والتعليم وخبر منها. الحقيقة الوزارة طلبت طلاب الثانوية العامة بالاستفادة من المحتوى الرقمي على بنك المعرفة المصري والمنصات الإلكترونية، ويسيبوا تماما الدروس الخصوصية لخطورتها على استيعاب الطالب لنظام التقييم الجديد اللي بيعتمد على الفهم والبحث عن المعلومة، مش بيعتبر الطالب مجرد شخص متلقي للمعرفة فقط. كان ده مهم قوي 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 قوي. يمكن احنا تعودنا فكرة الدروس الخصوصية في الثانوية العامة عشان خاطر نحفظ وندش في الامتحان، نحفظ وندش في الامتحان. الوضع دلوقتي بقى مختلف، طريقة الامتحانات هتبقى معتمدة اكتر على الفهم. عارفة ان الموضوع صعب جدا على ولي الامور حتى مع الطلبة. احنا تعودنا على سيستم، حتى ممكن يكون كنت بتدي دروس الدروس مش الثانوية العامة بس، انت ممكن تكون معود اولادك على دروس من اول ابتدائي للأسف، يعني ابتدائي واعدادي وثانوي، ففجأة هتغير له النظام تحس الدنيا اتلخبطت، هياخد مجهود شويه بس هو مهم قوي، مهم قوي ان احنا ما ندشش وخلاص. الفهم اولا، الفهم بيسيف اصلا المعلومه تبقى في دماغك متسيفه، على قد ما في ناس بتحفظ وترمي في الامتحان وبعد الامتحان اسالها ولا هتعرف تجاوب في حاجه. فان احنا ننقل النقله في التعليم دي نقله مهمه قوي 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 قوي، هتفيدنا جدا. فنبدا ان احنا نجرب نخش نشوف المحتوى الرقمي اللي بقى موجود ده يساعدنا فان احنا نطور من نفسنا شويه عشان خاطر نكون مستعدين لشكل الامتحان الجديد بتاع الثانويه العامه. جهاز حمايه المستهلك حذر المصنعين والبائعين ومقدمي الخدمات من استخدام عروض واعلانات خادعه للترويج عن تخفيضات وهميه لجذب المستهلكين خلال الفتره دي كلها، فتره التخفيضات طبعا البلاك فرايداي والجمعه البيضاء والحاجات دي كلها. جهاز حمايه المستهلك بيحذر بس كل ما حد بيقدم خدمه او بيقدم اعلان او حاجه ناخد بالنا كويس جدا من اي حاجه تكون وهميه.